والله أنا أقول خلينا نتكلم عن الموضوع الأهم الآن في الساحة وهو موضوع الديون. أنا أعتقد بنجي عليه أبو فهد. معليش لأن في موضوع لازم ينقال. بس محور كامل عندنا. طيب دقيقة. أنا أشوف أن الإعلام الرياضي هو المنتصر الحقيقي في مسألة الديون. ليش أقول كذا؟ ارجعوا لليوتيوب شوفوا كيف الإعلام الرياضي له أكثر من 7 سنوات وهو يتحدث أن هناك كارثة قادمة في الرياضة السعودية بسبب هذه الديون وبسبب المبالغة في العقود وبسبب العبث اللي قاعد يسوونه وكلاء اللاعبين. والإعلام الرياضي للأسف الشديد عندما يتكلمون الشباب عن الإعلام الرياضي اليوم لما يخرج أي واحد من الإعلام الرياضي يقول لك النادي الفلاني مديون تكون عليه هجمة شرسة جدا خاصة من المدرجات ومن الجماهير وإطلاق أسوأ العبارات اتجاه الإعلام الرياضي من عبارة مرتشي إلى مرتزق إلى أخطر عدد من العبارات السيئة. طيب. اليوم علينا إحنا كإعلاميين أن ننتصر لمهنة الإعلام ونشيد بالإعلام الرياضي اللي كان يحذر. يعني اليوم أنا أشوف أنه انتصار كبير جدا للإعلام الرياضي اللي كان يحذر من أنه كارثة مالية واقتصادية ستضرب الأندية. أصبحنا اليوم البارح نسمع هذه الاعترافات بالأصوات الرسمية. اليوم أنا أشوف أن كل الشباب المنتسبين لمهنة الإعلام أن يشيدوا بكل زملائهم اللي كانوا يحذرون لأنهم يعني تم تشويه صورة الإعلاميين الذين يتحدثون عن هذا الملف بقصد من أجل أن يتغير لغتهم. الحمد لله انتصر وظهر الحق اليوم للإعلاميين أنهم فعلا كانوا في مستوى الحدث ومستوى وطبعا هي الأندية الخمسة الكبار. يعني أنت تتكلم عن أن الديون 921 ترى 829 كلها على أندية النصر 961 829 على أندية النصر الاتحاد الهلال الشباب والأهلي. يعني تقريبا 90% من الديون على هذه الأندية الخمسة. طيب. أنا أجدد حقيقة تحيتي وتقديري لكل فرد منتسب للإعلام الرياضي بدون فرس ألوان وبدون أي ميول أنهم فعلا كانوا صادقين وكانوا شفافين وكانوا حريصين على ألا تحدث هذه الكارثة رغم ما تعرضوا له من إهانات وتجريح من المدرجات ومن الجماهير بقصد أن يغيروا لغتهم. ألف ألف تحية للإعلام الرياضي الكبير السعودي الذي اليوم حقيقة أنا أشوف أنه حقق نجاح كبير بعد الاعترافات الرسمية اللي سمعناها البارح. طيب قلت اللي عندك أبو فهد في موضوع في هذا الملف في موضوع ديون الأندية. يعني إذا فتحنا موضوع ديون الأندية بعد شوي نتجاوزك ما نسمع منك. لا في 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 انا بالنسبه لي كمحاسبه بكلم لك عن الديون. اجل وش رايك نلتزم؟ طيب احنا عندنا انا بالنسبه لي محمد انا افتري يوقع ما يوقع ما يهمني. ابو فهد احنا عندنا يهمني الموضوع الاكبر. احنا عندنا لاعب ما وقع ما يهمني. مو شرط اي احد يعلق معنا على الموضوع ما عندك مشكله. مو شرط انت تعلق ولا ترى كل الاخبار اللي ناخذها مو شرط ان الجميع يعلق عليها. الواحد يختار الموضوع اللي يناسبه. صحيح. بس احنا عندنا تسلسل ابو فهد فخلينا نمشي على هالتسلسل لان احنا بنبدا بالمنتخب واستعداداته واللي قاعد يصير ولا الجو الاخباري اللي عرضناه. يعني اذا يعني انت الحين تبغى تقول لي يعني اروح انا يعني لا ما تروح وين شلون تروح انت عندنا ابو فهد احنا مستضيفينك عندنا بس احنا اروح رحت احنا عندنا تسلسل ما ادري عنك يعني لانه طريقتك فيها استفزاز وبعدين نبي نتكلم عن ديون الانديه وبعدين نتكلم عن اخبار متفرقه. انا توقعت انك تعزز كلامي لانه اللي صار البارح انتصار للاعلام. ما في شك بالعكس على العين والراس احنا نفتخر كلنا نفتخر انا بدايتي مقدمتي وش قلت فيها ما 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 اشتب الاعلام تكلمت عن الموضوعات اللي طرحت عندنا واللي والتداخلات وتفاعل القياده الرياضيه معنا هذه كلها في نفس الوقت انا اتكلم لك عن مهنه الاعلام. طيب ولا اي اخر اليوم من ضمن الاخبار اللي